أسبق شكيب خليل أنه الأسعار تاع البترول راح تنتعش إذا التزمت الأوبيك باتفاقها تاع تخفيض الإنتاج. شكيب خليل اللي نشط البارح محاضرة بقاعة الأفراح لبلدية سطيف حول النموذج الاقتصادي اللي لازم تطبقه الجزائر باش تخرج من تبعيتها الكبيرة للمحروقات، أكد أنه الأسعار تاع البترول ما راحش ترتفع بزاف بالنظر لمعطيات كثيرة من بينها العقوبات الأمريكية على إيران. مراسلنا من سطيف عبد الحميد اللوعي رصدنا هذا التصريح. قطر هي دولة صغيرة منتجة ماشي كبيرة، ما يكونش عندها أي تأثير على المنظمة على أي حال، لأنها هي تنتج غير 600,000 والمنظمة تنتج 30 مليون في اليوم، 30 مليون برميل اليوم. وقطر خرجت لمشاكل سياسية عندها مع يعني الدول المجاورة إلى إذا دول أخرى تتبعها، ولكن لا أظن ذلك. الأسعار ستؤثر من تطبيق للقرارات اللي أخذوها في المنظمة وخارج المنظمة. إلى ما يتبقوش القرارات غادي يكون تأثير سلبي، ولكن ما نظنش ترتفع لمستوى كبير، لأن فيه في كثير من الرياح مضادة تجي في المستقبل من طرف مثلا تطبيق العقوبات على إيران.